روشتة طبية اللي بتتكتب داخل العيادة لعلاج قرحة المعدة. الروشتة يا جماعة بتكون كالتالي، لو احنا تذكرنا في البداية ما جينا اتكلمنا عن الأسباب، قلنا السبب الرئيسي لقرحة المعدة هو زيادة إفراز الحمض المعدي. فاحنا عشان في زيادة في إفراز الحمض المعدي، فأول دواء هنديه حاجة تقلل إفراز الحمض المعدي. الحاجة التانية بندي دواء بيعمل على تبطين وحماية الجدار المعدي من الحمض المعدي نفسه، لأن احنا قلنا هو موجود بشكل مبالغ فيه فقد يضر الجدار المعدي نفسه، فاحنا بنضطر ان احنا نكتب دواء بيعمل على تبطين جدار المعدة. الحاجة الأخيرة بندي مضاد حيوي يقاتل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة. للإفراز حمض المعدة، الحاجة التانية هنعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي، وحاجة تالتة نندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة للقرحة المعدية. يلا نشوف ازاي. أول حاجة بنكتب الأوميز تابلت 40 ملي جرام، ده بناخد قرص لمدة شهرين قبل وجبة الفطار. ده بيعمل على تقليل إفراز حمض المعدة. ده كده رقم واحد. تاني حاجة هنكتبها معانا، نعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي. تاني حاجة نكتب حاجة اسمها الإيبيكو جيل تابلت. ده مش تابلت، ده ساسبنشن. ده هناخده معلقة كبيرة 3 مرات يوميا بعد الأكل. ده هيعمل لنا على تبطين الجدار المعدي لحماية الجدار المعدي، تبطين الجدار المعدي وحمايته من الحمض المعدي. ده كده الرقم 2. تالت حاجة هندي حاجة بتقتل البكتيريا المسببة لحمض لقرحة المعدة، اللي هو مضاد حيوي زي المترو نيدا نيدازول. ده تابلت، ده هناخد منه قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. ده كده بشكل رئيسي 3 حاجات اللي بتكتبوا في روشتة علاج قرحة المعدة والحموضة وارتجاع المريء. يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا، اول حاجة بندي حاجة تقلل لنا من افراز حمض المعدة زي الاوميز. تاني حاجة بندي حاجة تبطن تحافظ على الجدار المعدي اللي هي الايبيكوجيل. واخر حاجة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا زي المترو